بداية اليوم، بداية الحلقة النهاردة معانا ضيف من العيار الثقيل، واحد من اللي رأسوا أكبر أندية العالم، نادي ريال مدريد، اسم كبير، اسم رائع، بنتكلم فيه رامون كالديرون. رامون كالديرون من رؤساء الأندية اللي قدروا يحققوا إنجازات مع ريال مدريد، سواء فوز بالدوري الإسباني مرتين وإنجازات أخرى لها علاقة بالسوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا وبطولات كثيرة جدا، إنجازات عظيمة جدا في تاريخ هذا الرجل في رئاسة نادي ريال مدريد. يكفي إن أنا أقول لك إنه ضم عدد كبير من النجوم للريال، أبرزهم طبعا فابيو كانافارو بعد كأس العالم 2006 وهو أفضل لاعب في العالم، المدافع الإيطالي الكبير، وضم كمان واحد من أفضل المهاجمين اللي جم على مر التاريخ، بنتكلم في الهولندي رود فان نيستلروي. اسم كبير، رئيس نادي كبير لنادي هو الأعظم والأكبر في كرة القدم حول العالم، رامون كالديرون معايا الآن. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري. لسه مش جاهز. طيب نرجع تاني بعد لحظات ونستقبل رامون كالديرون معانا ومداخلة في منتهى الأهمية. نادي ريال مدريد على مر التاريخ اسم كبير طبعا، نادي القرن في أوروبا، هو النادي الأعظم في العالم على مستوى البطولات الأوروبية والبطولات المحلية، اسم كبير، فرغ العديد من النجوم الرائعين. خلينا نشوف نجوم رائعين. أنا أظن يعني أنه الغالبية العظمى من العالم يا إما بيشجع ريال مدريد يا إما بيشجع برشلونة، وغالبا ريال مدريد له شعبية أكبر. هتقول لي يا راجل ده برشلونة بميسي والنجوم العظيمة دي اللي عملوا أجيال عظيمة جدا أو عملوا سنوات رائعة جدا من البطولات. هقول لك إنه الناس من زمان كانت متأصلة قوي مع ريال مدريد، ريال مدريد هو اللي كان بيحتكر كل البطولات، هو اللي بيعمل كل الإنجازات، هو اللي بيبقى عنده النجوم الرائعين، هو اللي عنده رونالدو البرازيلي، هو اللي عنده زين الدين زيدان، هو اللي عنده لويس فيجو، هو اللي عنده ديفيد بيكهام، هو اللي عنده رود فان نيستلروي، هو اللي عنده روبن، هو اللي عنده كانافارو، هو اللي عنده روبرتو كارلوس، هو اللي عنده سالجادو، هو اللي عنده أسماء كبيرة خلتنا نحب ريال مدريد، هذا الاسم العظيم في تاريخ كرة القدم، النادي الكبير الرائع جدا. عشان كده هذه المداخلة عبر سكايب مداخلة مهمة جدا مع رئيس نادي ريال مدريد السابق رامون كالديرون. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري. مساء الخير، انني سعيد جدا بانني بهذه المداخله في برنامجكم، حيث انني كنت كنت منتظر هذه المداخله من حوالي الساعه 8 مساء حتى هذا اللقاء. يشرفني جدا تواجد حضرتك. انت بالنسبه لي من الاسماء العظيمه كده، بقول لك بالنسبه لي انا شخصيا مقدم البرنامج لاني مشجع ومحب لريال مدريد، وفي وقتك انت ضميت اثنين من اكتر اللاعبين اللي انا كنت بحبهم في حياتي، فابيو كانافارو ورود فان نيستلروي، عشان كده هذه المداخله شخصيا فخور بيها وسعيد بيها جدا، واكيد بشكل عام كونك رئيس لاعظم نادي في العالم دي حاجه ايضا تشرفني جدا. انني ايضا لي الشرف في المشاركه في هذا البرنامج، وانني واعتقد انها لفته جميله جدا ان اكون هنا، وكنت اتمنى حسب كلامكم ان كنت اضم كريستيانو رونالدو، ولكن لم يكن لي الحظ ان اكمل هذه الصفقه. طيب بما انك ذكرت كريستيانو رونالدو هذه الصفقه، وانا احضر لهذا اللقاء قرات تصريحات سابقه ليك انه كريستيانو رونالدو كان على وشك الانضمام لريال مدريد وقت توليك مهمه رئاسه النادي، ولكن السير اليكس فيركسون مدير فني لمانشستر يونايتد وقتها هو اللي اعاق هذه الصفقه. في البدايه كان فعلا، ولكن استطعت أن أجعله يوقع في 12 ديسمبر 2008، ولكن لم أحظى بأن أستقبله، وبالتالي لا يهم من هو رئيس ريال مدريد، ولكن من يهمنا هو ريال مدريد كفريق. وبالتالي عندما قال نعم أظن أنني قد نجحت، وبالتالي قد شارك كريستيانو رونالدو أو تعاقد مع من أفضل النوادي، أفضل نادي في تاريخ كرة القدم، وهذا هو المهم.
السير أليكس فيركسون في مذكراته السابقة قال إن هو رفض رحيل كريستيانو رونالدو وقت توليك رئاسة ريال مدريد، لأنك خرجت وقتها بتصريحات قلت إنك حسمت كل الأمور مع كريستيانو رونالدو، وهو شايف من وجهة نظره إن ده كان شيء غير لائق وقتها إنك تتحدث عن ضم لاعب وهو لسه مستمر مع نادي مانشستر يونايتد. في الحقيقة في النهاية مهم أننا وصلنا إلى اتفاق، وبالتالي فإن أريد أن أوضح أن ريال مدريد هو فريق يحترم القوانين ويحترم الآخرين، وبالتالي يحترم الفرق الدولية والفرق الأوروبية، وبالتالي لديه الوعي في التعامل مع في هذه الظروف، وبالتالي قد وما هو يهم أننا حصلنا على التعاقد، وبالتالي كان قمنا بدفع القيمة التسويقية له، وبالتالي فما هو مهم أننا استطعنا أن نضمه بعد عام 2008. انضم كريستيانو رونالدو لريال مدريد وحقق إنجازات عظيمة جدا مع الريال، استفاد منه الريال وأكيد هو كمان استفاد من الريال. هل قرار رحيله عن الريال كان قرار خطأ إداري من ريال مدريد؟ أنا أعتقد نعم، فإنه لاعب مميز، لاعب لا يعرف المستحيل، لاعب كان سجل من 50 ل60 هدف في الموسم الواحد، وبالتالي حصل على الشامبيونز أكثر من مرة، فهو لاعب قد ترك أثرا كبيرا في النادي، وهنا أقصد نادي ريال مدريد، وبالتالي أعتقد أن رحيله كان خطأ كبير، وهذا خطأ لا يمكن مسامحته مدى الحياة. قيل وقت رحيل كريستيانو رونالدو من يوفنتوس بعد ما رحل في المرة الأولى عن ريال مدريد أنه ممكن يرجع مرة أخرى لريال مدريد، هل أنت كنت مع عودة كريستيانو رونالدو مرة أخرى لريال مدريد؟ إننا كان عندنا مثال يقول أن ليس يوجد مثل إسباني يقول أن لا يمكن أن يكون لك حظ في جميع الاتجاهات، ولكن كنت أعتقد أنه سوف ممكن أن يعود، وكنت أمل هذا، وكان سيكون بإفادة كبيرة للفريق، وكان الفريق سيفيده أيضا، ولكن للأسف لم يكن هناك حظ في المساعي التي قمنا بها حتى يعود، وبالتالي أحب أن أوضح أن لاعب في مثل كريستيانو هو لاعب مميز ويؤثر على اللعيبة في الفريق على المستوى الشخصي أو على المستوى الجماعي. طيب ده بالنسبة لكريستيانو رونالدو. المفاجأة الكبرى كانت لكل مشجعي ريال مدريد حول العالم هي رحيل سيرجيو راموس عن الفريق مع نهاية الموسم الماضي، هل تفاجأت بهذا الأمر ولا كان متوقع؟ كانت مفاجأة لكل مشجعين ريال مدريد، لأن لعيبة مثل سيرجيو راموس كان من المتوقع أن يتم أن يغادر من ريال مدريد وأن يعتزل كرة القدم فيه، ولكن للأسف رحل لأنه كان محبوب جدا من فريقه ومن النادي ومن المشجعين، وبالتالي هذا كان خطأ كبير، وأعتقد لا يمكن أن نتفادى هذا الخطأ أو لا يمكن أن نتفادى أثاره، وبالتالي تم اختياره كلاعب عظيم، ولكن للأسف هذا ما يحدث للعيبة، وبالتالي أتمنى له التوفيق وحظ جيد. يقال أن رئيس نادي ريال مدريد الحالي فلورنتينو بيريز لا يحب النجوم أو الأساطير في النادي، مكالمة أو تسجيل صوتي مسرب في وقت من الأوقات يهاجم فيه راؤول جونزاليس وإيكر كاسياس، ثم يوافق على رحيل كريستيانو رونالدو، ثم يوافق على رحيل سيرجيو راموس، هل فعلا فلورنتينو بيريز لا يحب النجوم الكبار أو أساطير النادي مثل هؤلاء النجوم؟ أنا أعتقد لا أعتقد هذا،
أنا أعتقد أن في الفترة التي كان يترأس فيها ريال مدريد وأنا كنت عضو مجلس إدارة هناه تعاقد مع لعيب مع لعيبة كبيرة، وبالتالي لا يمكن أن نقول هذا، ولكن قد نقول أنه الرئيس نادي قد لا يتوافق مع جميع الظروف التي أو يوافق على جميع الظروف التي قد تؤدي إلى التعاقد مع لعيبة كبرى، ولكن أعتقد أن الخطأ برغم الخطأ الذي سمح به برحيل كريستيانو رونالدو، ولكنه نجح في ضم لعيبة عظيمة للنادي، وأعتقد أنه كان لديه اتزان خاص به حتى يوازن في الأمور المالية في ريال مدريد. جائحة كورونا بالتأكيد خلفت مشاكل مالية كثيرة وكبيرة عند كل الأندية الأسبانية وكل الأندية في العالم طبعا. ريال مدريد عانى من هذه الأزمات هذا الموسم في عدم ضم صفقات كبيرة بأسعار كبيرة هذا الموسم تحديدا. أعتقد أن الجائحة للأسف أثرت على كل الجوانب الاقتصادية على مستوى العالم، وبالتالي فعلا أثرت علينا، ولكن لدينا نظام خاص بريال مدريد بأن ريال مدريد ليس علامة تجارية ولكنه نادي رياضي من الدرجة الأولى، وبالتالي لدينا المساهمين الخاصين بنا، وبالتالي لم يكن لدينا مشكلة كبيرة في رأس المال، وبالتالي استطعنا أن نحل بعض المشاكل المالية بهذه الموارد المالية، استطعنا أن نجابه هذه المشكلة، وأعتقد أننا قمنا بالحل الأمثل لهذه المرحلة، وبالتالي لقد عانينا فعلا، ولكن استطعنا أن نقلل تأثير هذه الجائحة علينا. تجديد ملعب برنابيو أثر على النادي ماليا في وقت كان في جائحة كورونا، هل قرار تجديد ملعب برنابيو كان قرار خاطئ في هذا التوقيت؟ نعم نعم، لقد كان إنه استثمار جيد جدا، ولكن لا أعلم إذا كان من الضروري عمله أم لا، ولكن هذا الاستاد رائع جدا معظمه مغطى، وبالتالي سيسمح لنا بالاحتفالات بكرة القدم داخله، وأعتقد أن أي فريق يتمنى أن يكون له استاد مثل هذا الاستاد، وبالتالي أعتقد كما قلت بأن نظامنا المالي ونظامنا الاستثماري يستطيع أن يتخطى مثل هذه المواقف ويقلل من تأثيرها السلبي، وبالتالي من الممكن تغطية أي خسائر لحل المشاكل. قد لا نستطيع أن نحل المشاكل كلها بالكامل، ولكن كنا قادرين على حل معظم المشاكل التي واجهناها بنجاح كبير كما قلت من قبل، وبالتالي ما يهمنا هو اللعب وأن نقوم بالاستثمار داخل النادي، وأعتقد بأن خبرتنا في الاستثمارات السابقة في النادي قد ساعدتنا على هذا، لقد كنا خلال سنوات كثيرة نواجه مثل هذه الظروف وكان لدينا خبرة في التعامل معها. سؤال يشغلني شخصيا ويشغل أكيد العديد من جماهير ريال مدريد حول العالم، ليس انتقادا لا ولكن لسبب نريد أن نفهمه، لماذا يفوز دائما فلورنتينو بريز برئاسة ريال مدريد في السنوات الأخيرة دون أي منافسة دون أي منافس آخر ينافس فلورنتينو بريز على مقعد رئاسة النادي؟ في الحقيقة أن القوانين الخاصة بالنادي تصعب على أي شخص أن يتقدم لترأس النادي، لأن فيه هناك انتخابات على 4 سنوات، وكان هناك في الانتخابات الأخيرة في السنتين الأخيرة لم يتقدم أحد بثقل. أعتقد أنه كان من الخطأ عدم تطوير هذه القوانين، ولكن هي القوانين وبالتالي كانت تستدعي الدعم الاجتماعي لتغييرها، ولكن هذه هي القوانين،
وبالتالي اعتقد انها خساره كبيره عدم التفكير في هذا، ولكن لا استطيع ان اقول غير انها هذا هو القوانين وهذا هو الطبيعي الذي حدث. طيب ريال مدريد كان يعني قائدا لعدد كبير من الانديه حول العالم مع فكره دوري السوبر الاوروبي، هل أدان نفسه ريال مدريد بهذا التزعم للأندية حول العالم مع كل الانتقادات اللي حصلت لهذه البطولة؟ أعتقد بأن السوبر ليجا كانت خطأ كبير في جميع على مستوى الكرة، وجت في أسوأ حالات أو أسوأ تاريخ لكرة القدم، وبالتالي كان كثير من حيث أن كثير من الفرق كانت تعاني من مشاكل اقتصادية، والبعض كان لا يستطيع حل مشاكله، وبالتالي أعتقد أن هذا كان يعني للأندية الأخرى عبء ثقيل. وبالتالي أذكر هنا الفرق الأوروبية مثلا الفرق الألمانية كانت تعاني الكثير، فلم يكن هذا الوضع الجيد لاستمرار بطولات كرة القدم. ولكن في الحقيقة أن الشامبيونز ليج الحالية أعتقد أنها تمشي بطريقة جيدة جدا، وأعتقد أنها تعلن أن أوروبا قادت واجهت هذه المشاكل، وأعتقد بأن أعتقد كانت يعني تستحق العناء. ما اعرفش عندك علم بده ولا لا، بس انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم يتزعم فكره اقامه دوري السوبر في القاره الافريقيه بطريقه تشبه كثيرا الطريقه الاوروبيه او كان المقترح الاوروبي، راي حضرتك ايه؟ اعتقد بان هناك تغييرات جيدة لصالح كرة القدم، وأعتقد أن رئيس الاتحاد يعمل بجيد جدا، وأنه يقدم عمل مجهود عظيم جدا، وأعتقد أنه بإقامة البطولة العربية قد دعمها والتي أقيمت في الدوحة في قطر، واعتقد انه عندما واجهت الفريق الجزائري الفريق المصري قد لاحظنا ارتفاع مستوى اللعيبه في كلا الفريقين، وبالتالي اعتقد انه كان من المناسب اقامتها. ونوضح هنا دور محمد صلاح وتالقه، وبالتالي بهذه الطريقه اقول ان انا لابد علينا في جميع العالم أن ندعم هذه البطولات وأن يلعبوا كثيرا حتى يتم رفع مستواهم ويظهروا على مستوى العالم. على ذكر البطولة الأفريقية، ويبدو أن حضرتك تابعت البطولة الأفريقية، أسألك عن رأيك في أداء منتخب مصر وتحديدا المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش اللي أدار في وقت من الأوقات الجهاز الفني لنادي ريال مدريد. إنه مدرب عظيم جدا، وهو كان يدرب فريقنا من قبل، أعتقد أنه يقوم بمجهود عظيم بفريقه اللي هو الفريق المنتخب المصري، وعندما قضى ضد المنتخب الجزائري وفي قطر في الدوحة، وأعتقد بأنه بالرغم أنه كان لم يكن لديه من اللعيبة المؤثرين حينذاك، ولكن أنه قام بأداء جيد وأظهر بأن الكرة المصرية تتقدم بطريقة مذهلة، وبالتالي أعتقد أن الفريق المصري سيحقق انتصارا، وأنا كنت أشجعه، ولكن وعندما كان يدرب الريال مدريد كان أيضا يقدم بعض التطورات لريال مدريد، وبالتالي أعتقد أنه سوف يظهر في كأس العالم بفريقه، أنا متأكد من هذا. عظيم جدا. طيب سؤالي القادم لحضرتك يخص محمد صلاح، سمعت تصريحات في وقت سابق ليك ان محمد صلاح ممكن يكون من الصعب تواجده في ريال مدريد بسبب تمسك ليفربول بيه، الان محمد صلاح حتى هذه اللحظه لم يجدد تعاقده مع نادي الليفر، هل تتوقع الريال يخش مع نهايه هذا الموسم في مفاوضات لضم محمد صلاح؟
أنا أريد أن أرى محمد صلاح في ريال مدريد، إنه من أفضل اللعيبة التي رأيتهم في حياتي، إنه لاعب سريع، إنه لاعب مؤثر جدا، إنه لاعب قد ساعد ليفربول في الحصول على العديد من الألقاب، وعندما فاز بالشامبيونز ليج في عام 2019 إنني أتحرك شوقا لأن أراه في صفوف ريال مدريد، وأريد أن يكون ليفربول مستعد أن يتركه ليرحل. هل تتوقع أن تشاهد يوما ما صلاح وكيليان مبابي موجودين مع بعض في فريق واحد هو فريق ريال مدريد في المستقبل القريب؟ أنا أعتقد أنها سيكون التوليفة العظيمة جدا، ولكن أنا أعتقد ليس من السهل جدا، لأن ليفربول أعتقد لن يفرط فيه بسهولة، أن يفرط في نجم عظيم جدا. وبالنسبة لمبابي الوضع يختلف، لأنه لم يجدد عقده بعد مع باريس سان جيرمان، وأعتقد أن إذا كان هناك احتمالية أن يأتي هنا لابد أن يكون على قدر الاحترام لناديه الحالي، وأن يتخذ القرار الصائب من وجهة نظري، فلابد من احترام ناديه. ولكن أعتقد هم بصدد التجديد الآن، ولكن بالنسبة لريال مدريد أريد أن أرى هذا اللاعب في ريال مدريد. أتمنى أن يحدث هذا، لأن في هذه اللحظات أن لاعب 23 سنة وله مستوى في اللعب عالي جدا، من الصعب جدا أن تجده الآن في هذا السن وبهذه المهارة. وأعتقد فأن آخر الثلاثاء المنصرم حيث لعب ضد ريال مدريد أظهر أنه من أحسن لعبة في العالم. بمناسبة هذه المباراة، انتقد الكثير من الناس أداء ريال مدريد في هذه المواجهة، مواجهة بي أس جي، وقالوا أن ريال مدريد ما كانش من المفترض أن يدافع بكل هذه الطريقة قدام الفريق الفرنسي. رأي حضرتك إيه؟ أعتقد أنه لم تكن مباراة جيدة، كانت مباراة دفاعية، لم يكن هذا الشكل الذي كان يعتاد عليه يلعب به ريال مدريد. أعتقد ولكن أعتقد أن باريس سان جيرمان لم يسمح له بطريقته، ومنعه من أن يلعب بطريقة هجومية، حيث أنه لديه لعيبة ذات مهارة عالية مثل ميسي. فأعتقد في الخلاصة المباراة لم تكن جيدة، وكانت منتقدة فعلا من الكثير من المشجعين، ولكن لابد أن نكون نعترف الحقيقة بأنه لم يكن في ريال مدريد اللعيبة المؤثرة، وبالتالي هذا ما أغضب مشجعينه. هل ترى أن الدوري الأسباني فقد شعبية أو فقد جماهيرية، بعض الجماهيرية وبعض الشعبية مع رحيل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي؟ بلا شك لكان حظ عظيم جدا للفرق التي تعاقدت مع هؤلاء اللعيبة، لأنهم أضافوا الكثير من الدوري الأسباني وعلى مستوى العالم أيضا. أعتقد نتخيل عندما يكون غياب لاعبين مثل هذا الثقل وغادروا الدوري الأسباني، أعتقد بأنهم أفقدوا قيمة كبيرة، ولابد أن نستعيد هذه القيمة، لأنهم كانوا يدعمون الدوري الأسباني. وأعتقد أن عندما نرى الآن الكلاسيكو ما بين ريال مدريد والبرشلونة، وهو يتم متابعتهم من مئات الملايين من المشجعين، فأعتقد أن هذا الوضع تغير الآن ولابد أن يتم تحسينه. لو عاد بيك الزمن، يعني على سؤال افتراضي، مجرد سؤال افتراضي، عاد بيجي الزمن 12 أو 13 سنة إلى الوراء، وكان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي متاحان لريال مدريد في السوق، سوق اللاعبين، كنت هتختار مين، كريستيانو رونالدو ولا ليونيل ميسي؟ إذا
انهم لاعبون مختلفين تماما. فان كريستيانو رونالدو دفاع هجومي من الدرجه الاولى، سريع جدا، له مهارات خاصه، وبالتالي هو مؤثر جدا في وسط الملعب. انا لو كان في رايي كنت اتمنى ان اضم الاثنين، ولكن اعتقد ان هم لاعبين جيدين ولكن هم مختلفين تماما. وانا اعتقد ان هم من افضل اللاعبين التي رايتهم في حياتي الكرويه. مين هو ابرز لاعب انت فخور انك ضميته لريال مدريد؟ أنا أعتقد كان كريستيانو رونالدو كما قلت سابقا، وكان نافارو وبيبي وفان ليستروي وروبن وإيغوائين، أعتقد كثير الكثير منهم حسب ما أتذكر لقد ساعدوا على تطور أداء ريال مدريد، وبالتالي حصلنا على فريق هام جدا وقد حصل على العديد من الألقاب. ولكن أعتقد وكمان كان أيضا مميز في نتائجه وإحراز الأهداف، فكان التعاقد مع هؤلاء اللعيبة كان من المهم جدا لأي رئيس أن يضمه. أنا كنت في ريال مدريد في هذا الوقت في ريال مدريد، ولم أكن لأضيع هذه الفرصة في التعاقد حتى أضمهم إلى الفريق. طيب لو سألتك على لاعب أو اثنين كنت بتحاول تضمهم لريال مدريد في وقت من الأوقات ولم تنجح في ذلك؟ أعتقد بأن نحن لقد لدينا الفرصة للتعاقد مع لاعبين مهمين جدا في الحقيقة، فبسبب أو آخر لم ننجح في بعضهم. أنا أعتقد بأننا من المهم أن نذكر من استطعنا أن نتعاقد معهم، ولكن فعلا كان هناك من الكثير من اللعيبة، لا يعني أخفى عليكم الأمر، مثل نيستا وتشافي كانوا لعيبة من الفريق المنافس وكانوا يعجبوني جيدا، وتالي كنت أتمنى أن أراهم في ريال مدريد لأنهم كانوا ذو قيمة عالية جدا وكانوا مؤثرين جدا وكانوا يكونوا عنصر مؤثر جدا في فريقهم أو الفريق المنافس. وبالتالي أنا أعتقد هكذا فشلنا مع هؤلاء، ولكن هذا هو الحال. رأيك إيه في أداء كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد في الوقت الحالي؟ هل ترى أن تواجده في الفريق شيء جيد؟ هل ترى أصلا أن رحيل زين الدين زيدان عن الفريق كان شيء مفهوم أو معروف أسبابه؟ أنا أعتقد أن زين الدين زيدان قام بشيء غير متوقع فوق العادة، وحصل على ألقاب متتالية، وكان يحسن اختيار اللعيبة في جميع المراكز، وكان عنده القدرة على إدارة جيدة جدا لفريق مليء بالنجوم، ولكن وكان يعاني كثير من المواقف المعقدة، ولكن تميز ريال مدريد على منافسيه في عهدي. في احدى الفرص كان هناك منافس بفارق 6 نقاط، وبالتالي اعتقد ان انشيلوتي يقوم بعمل جيد الان، فانه مدرب جيد للريال مدريد ايضا. لو سألتك الوضع بالنسبة لريال مدريد في دوري الأبطال هذا الموسم، هل تتوقع الريال يفوز بدوري الأبطال هذا الموسم؟ من الصعب جدا الحصول على الشامبيونز، فهو معقد جدا وفي هناك تحديات كثيرة، هناك تحديات كثيرة للحصول على هذه البطولة. أعتقد أنه لن يكون من السهل، لأن المباراة ضد باريس سان جيرمان لم يظهر فيه الأداء الذي يجعلنا نقول أنه سوف ينافس على، ولكن هناك فرق أخرى قوية
مع ذلك أنا أتمنى أن ينافس الريال مدريد، وهذا واعتمد على هذا بتاريخه الذي أثبت أنه فاز بها عدة مرات، وبالتالي أريد أن أتمنى أن يفوز، لأنني أحب هذا الفريق وأقدره جيدا. سؤالي القادم ليك هو في حب المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما والمستوى الرائع الذي يقدمه منذ سنوات لريال مدريد منذ انضمامه للفريق في 2009، رأيك إيه في الأداء اللي ظهر به مؤخرا كريم بنزيما في السنوات الأخيرة تحديدا؟ فوق العادة، فوق العادة في الحقيقة، إنه الآن في كامل جاهزيته وجهل لياقته، وإنه يقوم بتسجيل كثير من الأهداف، وإنه يساعد أيضا على المستوى الجماعي ويقدم المزيد والدعم للعيبة، وبالتالي أعتقد أنه لاعب مؤثر جدا في الفريق، لأنه كان لديه حظ جيد جدا، وأعتقد أننا حظنا أيضا جيد بتواجد هذا اللاعب في فريقنا. طيب سؤالي اللي جاي لحضرتك وهو ده اللي هكتم بيه هذه المداخلة الرائعة، رأيك إيه في المقترح العالمي الآن بإقامة كأس العالم كل عامين مش كل أربع أعوام، رأي حضرتك إيه؟ أنا أعتقد إنه قرار صعب جدا، أعتقد بأن في كل أربع سنين أنه يزيد شغف الناس مشاهدة المباريات كرة القدم في كأس العالم، ولكن أعتقد سوف يؤثر على البطولات الأخرى على مستوى العالم، ولابد أن التحكم الجيد في التواريخ المباريات، وهذا أعتقد بأن لابد عليهم قبل اتخاذ هذا القرار تقييم جيد لهذه المواقف، ولكن أنا أجهل كيف سيكون هذا التقييم، ولكن أعتقد أنهم يناقشوها الآن. الكثير من المؤسسات أو تحاول أن مناقشته، ولكن أعتقد لن يكون من السهل تطبيق هذا، أن يقوموا بكأس العالم، أن يكون كأس العالم كل سنتين، وبالتالي هذا سيكون منك للعيبة، وبالتالي أعتقد هذا سيكون من الصعب على أي فريق أن يدخل، وخصوصا أن اللعيب قد يكون بلعب من 50 ل60 مباراة في بعض البطولات خلال العام، وبالتالي لا أعلم ما هي الطريقة التي سيقوم بتطبيقها لتحقيق هذا. رامون كالديرون رئيس نادي ريال مدريد السابق، أنا بشكرك شكرا جزيلا حقيقة على هذه المشاركة الرائعة على التلفزيون المصري، بشكرك شكرا جزيلا.